Et si c'était à refaire ? اهلا وسهلا رجعنا لكم من جديد في سيستي رفير. الانفيتي نتاعنا اليوم هو دكتور محمد جو اللي هو مؤسس وباحث وماتيماتيسيان وكما سمى روحه هو في الكتاب اللي لانسيه اللي خرج ديرنييرمون ديستان دو ستار ان ماتيماتيسيان اونتر دو سيكل وتوا جا وقت الروبريك نتاعنا الاخرانيه اللي هي سيستي رفير. سي محمد ايوه اليوم باش نحكي على الكتاب. مرحبا. الكتاب اللي مازال خرج مؤخرا نهنيك عليه داير اللي كنت فسرنا ديجا في لا جينيز نتاع الكتاب هذا علاش جاء تو مش قبل. لا جينيز هي بنتي طلبتني باش نكتب مذكرات نتاعنا نتاع العائله. أكيد. حاجات اللي في صغرتها صارت وهي ما تفكرهاش. بديت نكتب ولقيت روحي اللي انا وقت اللي هي كانت صغيره كنت نخدم أكثر من لازم، نخرج قبل ما تفيق ونروح بعد ما نلقاها في الفرش، فبالتالي المذكرات متاعي متاع بنتي ومتاع ولدي دايوغ ما عنديش برشا منهم، لكن بديت نكتب وقلت مش نكتب لها كتاب اللي ذكرها في بوها وممكن نوع من كيفاش يقولوا من كومبنساسيون متاع الوقت اللي ما خصصته لهاش لها هي ولدي. بعد جاء الكوفيد. كي جاء الكوفيد لقينا رواحنا محصورين ما نجموش نخرجوا، الحاجات اللي كنا نعملوهم الكل ما عادش نجمو نعملوهم، دونك صار فيها اكسيليغاسيون. ثاني حاجه كنت معناها عندي برشا اهتمامات، ما عندي برشا بوكو دو تاش فهمتني في الخدمه اللي كنت نعملها. اي جي كيتي اسبري وقت اللي تبعت اي جافي بلوس دو طون اكثر وقت، فهذه صارت فيها اون دوزيام اكسيليغاسيون. الاكسيليغاسيون هذوما الاثنين خلوني نلم المذكرات نتاعي اش كانت حياتي ونرجع عليها افيك ان اوي اوسي كريتيك كو بوسيبل. علاش عملت الاختيارات هذيك ويمكن كان جاني تو في الوقت هذا نعمل الخيارات هذو نعملهم ولا نبدلهم. سي سيتي تا غوفيغ من سيغتين فاصل فهمت. هذا هو كان الجنيز نتاع الكتاب. دونك فينالمون الكتيبه نتاعو طلبت يافي كيلكو بغيب كانوا مكتوبين، لكن الكتيبه نتاعو ابروبرومون بارلي طلبت لي عامين تقريبا. ديستان دو ستا، علاش ستا؟ ستا هو الكلمة اللفظة هذه يدزين بها الناس الصفاقسية وهي في صفاقس هي البناي المعلم البناي، هي جاية من التركي وسطا. علاش ديستان دو ستا؟ أنا ما عشت في صفاقس، عشت فيها 8 سنين واللهجة متاعي ما هيش صفاقسية واللفظات متاعي ما هيش صفاقسية. علاش ديستان دو ستا؟ خاطر كي جيت نخمم ونشوف شنية الحياة هذه بعد ما كتبتها قلت انا عديت حياتي بني. الرياضيات متاعي هي الرياضيات طبعا فيها مقالات فيها ديزارتيكل فيها حاجات اللي هما يعملوهم لماتيماتيسيان، انما ثم حاجات اللي خاصه بيا شويه اللي هي بناء مؤسسات اللي تتنعوش فيها الرياضيات وتتطور فيها الرياضيات والعلوم بصفه عامه، سواء كانت ليبيس ليكول بوليتكنيك سواء كانت لامسين سواء كانت كيف كيف اسبري سوا كانت اليوم بريستيني. هذو مش شيء مؤسسات اللي خلاونا خلاو الرياضيات والعلوم تتطور، ساهمت في تطوير الرياضيات والعلوم في بلادنا. دونك فينالمون خدمت خدمه استا انستا ماتيماتيسيان انستا دي ماتيماتيك فوالا. هي باش في الـ في الـ في, الـ في الكتاب يافي الباساج دو اليس جوني قال اي سا بوسول ان لا ماتيير ا توجور ايتي كوم ايل اكري كو فير ce qui vous plaît, en dépit des convenances et des dictats du moment, est le meilleur moyen de mener votre vie en y apprenant, en y prenant du plaisir. C'est le mot clé. Maintenant, je vais vous dire que tu as fait quelque chose que tu n'aimes pas, 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 que tu n'aimes pas. ماشي تكون معناها تعمل في حاجه اول حاجه ما تقدهاش، ثاني حاجة ما ترتاحلهاش. دونك علاش؟
احسن وهذا لو كونساي نعطيه للتلامذه نتاعي الكل، يقولوا لي اش نعمل اش نختار، نقول لهم اختار الحاجه اللي تحبها. جاتني وقت عملت لي بيست طفله اللي تو كان تسمع فيها اسمها امنه، جات مع امها اللي دونتيست وكانت ماذا بها بنتها مازالت كيف خذات الباك ماذا بها تاخذ عندها كابيني خارق العاده في شارع بورقيبه في تونس، ماذا بها بنتها تولي دونتيست. وجاتني باش تقابلني باش نقنع بنتها باش تولي دونتيست. اي دونك انا درت الامنه قلت لها انت اش تحب في الدنيا؟ قالت لي ما نعرفش، مهنه مهندس دونتيست ما نعرفش شنو هي كل مهنه شنو هي فيها، ما نعرفش انا هي اللي نحبها. قلت لها باهي نسهل لك، شنو هي الحاجه اللي تحبها في المكتب؟ تحب الرياضيات ولا تحب العلوم الطبيعيه؟ سيونس ناتوريل ولا سيونس اكسبيريمونتال؟ قالت لي الرياضيات. قلت لها تصورش تعيش حياتك كامله مع راجل ما تحبوش؟ قالت لي لا شوكي. قلت لها اللي ماش تعيشه مع المهنه نتاعك اكثر من اللي ماش تعيشه الوقت، اكثر من الوقت اللي ماش تاديه مع راجلك وصغارك. اختار المهنه هذه باش ما تكونش فهمتني فاده فيها، باش تكون مرتاحه وباش تكون ما تحبش تروح للدار وفي الصباح تبدا مزروبه باش تخرج. وهيك هذا اللي صار. عملت لي بيست وبعد عملت اون غروند ايكول وبعد خدمت في مجموعه من المؤسسات وراضي علي على الاختيار نتاعها. سامحني قصه عليك، كبرنا والجينيراسيون كل معناتها اللي المات غول معناتها مش يلزمك تحبه، يلزمك تحترمه، يلزمك تكون تخدم فيه اكثر. هل نجموا نحبوا المات معناتها نعملوا دون جينيراسيون كبيره تحب المات الماتيماتيك؟ ثم اللي تولد موهوب بالرياضيات. السنة الموهوبين يمثلوا 8% نتاع لي باشولي التوانسة اللي عندهم تحصلوا على الباك مات. واليوم الرياضيات هي الركيزة في كل كيفاش نسميو كومبيتونس المهارات، المهارات نتاع القرن 21 وخاصة الانتليجنس ارتيفيسيال، مش فقط هو والداتا وكل شيء هذا والموديليزاسيون وانت ماشي. فبالتالي مش ممكن كما قال بورقيبة ما نجمش يبني أمة ودولة وشعب بشطر الشعب نتاعها، كيفاش نجمو نبنيو المستقبل نتاعنا اللي هو يلزم يكون انتليجنس ارتيفيسيال وداتا فقط 8% نتاع لي باشوليي نتاعنا؟ فبالتالي الرياضيات لابد ان تكون مستوعبه من الناس الكل. كما قلت احنا جعلنا منها غوله في المكتب. باش نعطي المثل نتاع سنغافور. سنين التالي تقريبا 30 سنه كان التلامذه نتاعو يعديو يسموه لي تيست بيزا. بيزا اللي يشوفوا ياخذوا التلامذه عمرهم 15 سنه من جميع البلدان، هما نتاع الاو سي دي وبعد توسط حتى التوانسه كانوا يشاركوا فيه. ويطلبوا منهم لا فقط يعاودوا حاجة تعلموها في المكتب أما يستعملوها باش يحلوا مشكلة متاع الحياة العادية. وسنغافور كانت من الإخراني وهما يطمحوا باش يوليوا دولة تكنولوجية وخاصة دولة في التكنولوجيا في الاي تي. قالوا مش ممكن، لموا الأساتذة نتاعهم وجابوا الأساتذة من العالم أجمع وقالوا يلزمنا نلقاو حل باش الناس الكل الشبان الكل يوليو يستوعبوا الرياضيات. واخترعوا ميثود اللي مسمية باسمهم اليوم اسمها لا ميثود دو سنغافور. واليوم سنغافور في الكلاسمون بيزا عام بعد عام تبدا الأولى ولا الثانية. يعني الشيء هذا مش مستحيل، سنغافور عملته. احنا في تونس ما زلنا ما قررناش باش نعملوه. لو ما عملناش اون فا غاتي لونتري دون لو 21 سيكل. على خاطر افيك 8% دو لا بوبولاسيون مستحيل باش نكونوا من الدول اللي عندهم وزن في العالم نتاع الذكاء الاصطناعي ونتاع الداتا. انا هاول هنا نقول لك انا عندنا ستارت اب كيما انستاديب اللي هي اجوردي معناتها بيونير في الافريك. لي جون اللي مؤخرا ربحوا في معناتها الكونكور نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال، معناتها اسكو حاجتي ان نومبر اكثر باش نجم نكون انا كومبيتيتيف؟
الانتليجنس ارتيفيسيال ما هيش فقط قضيه للي جيك معناها لي اي تي معناها الناس كي فون ديفلوبي دي الجوريثم اي دي ميثود. الانتليجنس ارتيفيسيال مستحيل في المستقبل باش تقوم باي مهنه كانت من غير ما تكون عندك مهارات في الانتليجنس ارتيفيسيال. نعطيك برك اكزومبل اللي عشناه مع الكوفيد. شفنا الطب يجيو يحكيو لنا على المرض، حكاو لناش على دواء ما هوش موجود، حكاو لناش على تلقيح ما ثماش ريحته. علاش حكاو لنا؟ اش حكاو لنا؟ حكاو لنا على احصائيات وكيفاش الارقام هذيك تخليها تنطق وتقولنا كيفاش نعالجوا بلا علاج. وفينا اثنين يمشيوا. فهمتني؟ دونك بالداتا. فهمتني؟ الطب اليوم وقت اللي تمشي عند الطبيب قبل ما يعطيك دياغنوستيك يقول لك اعمل اي غام، يقول لك اعمل الكتروكارديوغرام، يقول لك اعمل حاجات اللي هي كلها عدديه. دونك ما عادش نجم تخدم خدمه، والخدمه اللي معناها ينجم يعوضها ان الجوريتم ولا ان روبو، الخدمه هذيك ما عادش باش تكون موجوده. دونك يلزم البشر يتعلم المهارات هذيك باش ينجم يتطور المهنه نتاعو ويرجعها في المستوى نتاع القرن 21. نو نافون با لو شوا، ما هواش خيار، ما ثماش خيار تقول لا انا نحب ولا ما نحبش الماتيماتيك. الماتيماتيك غاليلي هو ديجا في القرن 16 قال اللي هي العالم لونيفير مكتوب بحروف رياضيات، وهذا الشيء كان يهم العلماء، اليوم ولا يهم الناس الكل، الخضار والحماص والمهندس والطبيب، كل حد عنده جزء اللي يلزموا يتحكموا من الانتليجنس ارتيفيسيال ومن الاي تي باش ينجم يقوم مهته على احسن ما يرام، فبالتالي ماهوش خيار، فرض. دونك عليتني ديريكتومون للبريستيني، دونك وهذه نصور المهمه نتاع لونيفرسيتي نتاع ذكاء الاصطناعي. اكزاكتومون احنا حابين نعملوا الجامعه هذه بريستيني سكول اوف اي ار، لا فقط باش نكونوا خبراء في التكنولوجيات نتاع الانتليجنس ارتيفيسيال، واحنا مش نكونوا خبراء كذلك، لكن لا فقط خبراء، لكن نتوجهوا للتلامذه هذوما اللي خارجين من البكالوريات اللي ماهياش محظوظه. بكالوريات نقولوا مثلا ايكونومي جيستيون ولا غيرها، اللي هما كذلك تهمهم الانتليجنس ارتيفيسيال، مش فقط المات والسيونس. فهمتني؟ المات والسيونس مع بعضهم يمثلوا اقل، والانفورماتيك دايور يمثلوا تقريبا 40% نتاع البكالوريا. باش نرجعوا لكلمه بورقيبه، باش نبنيو البلاد هذه ب 40% نتاع الشعب نتاعها، والا مش نبنيو مستقبل البلاد هذه بالشعب كامل، ويلزمنا نعملوا انتغراسيون. اي دونك يلزمنا نقريو الرياضيات على مانيير دو سنغافور، يعني نخاطبوا الناس الكل، مش فقط احنا في المكتب نتاعنا، وانا كنت منهم وكنت مرتاح للشيء هذا وقت اللي كنت تلميذ، على خاطر كنت متلامذه اللي يقولوا عندهم لابوس دي مات يفهموا الرياضيات فيسا عرمش. دونك كنت نرى في روحي متميز، والمكتب يقول لي انت متميز، والاخر اللي ما ينجمش يفهم الرياضيات ما عندوش وقت باش يخصصه له الاستاذ هذاك، يعمل يشطب عليه بالقلم الاحمر ويقول له فهمت يعمل حاجه اخرى. ما عادش عندنا الاختيار هذا. شنو اكثر حاجات معناتها عاونوك في مسيرتك او على عونك في الفلسفه نتاعك باش تشق ثنيتك، واللي هو تحب تقسمها معنا ومع الشباب اللي يسمعوا فيك؟ تجارب متعدده. انا قريت في لينيت كانوا احسن تلامذه، بعد عملت لي بيست كانوا احسن تلامذه في الرياضيات، وكنت نجم نكتفي بالشيء هذا ونقول ما يهموني كان هذا. وبعد مشيت لنيس قريت في جامعه اللي تلامذه اللي جيو متعاركين مع الرياضيات، وبالرغم هذا يلزم نكونهم كمهندسين، فبالتالي بديت نخمم في الطريقه نتاعي كيفاش يلزمني نقري. ما نجمش نقري كما قريت اولاد لينيت ولا اولاد لي بيست ولا اولاد ليكول بوليتكنيك. دونك ثم طريقه اللي مش نمشي مش نحكي لهم لغتهم، وثم منفذ لكل واحد
ما ثماش واحد يجم يقول انا ما نفهمش الرياضيات. هذه حاجه اللي انا تقلقني جدا وقت اللي نبدا في مجتمع اي كان، نكون في سهريه ولا حاجه، يقولوا الناس ما تعرفنيش، يقولوا اش تعمل استاذ رياضيات. 90% نتاع الناس يقولوا لي راسي انا الرياضيات ما نفهم فيها شيء. هذا حاجه ما هيش مرضيه تماما في عهد اللي هو عهد الرياضيات، على خاطر كان نقبلوه يعني قبلنا مستقبل تونس اللي ماشي يمشي للوراء. هذيك الفكره هي تعود فيها سي محمد، معناتها ان فيت يفو فريمون اتر كونسيون ان باش نحاولوا معناتها نغرموا العباد ونصنعوا معناتها اكثر شباب معناتها مهتم بالرياضيات. شنو هما اهم اهم درس ولا اهم حاجه قيم اللي تحب تتقاسمها معنا واللي هما تنصح بهم الشباب؟ أبار التجارب قلت استدعيته باش انه يكون ديما يحاول ويجرب باش نجم يتعلم. يحاول يجرب ويقبل الدروس نتاع التجربة. ما يقعدش ما يصححش راسه وقت اللي الوضع يقول ويلزم يغير طريقة العمل نتاعو. كذلك ما يخافش من الصعوبات، على خاطر ثم حلول، ثم صعوبات وثم حلول. هما حاجات بسيطة اللي نجم نقولها، ما عنديش عصا سحرية، ما هو استعملتها قبيلة العصا السحرية توما رجعها لي ترى. السؤال اللي ديما نسأله في آخر الروبليك هذايا واللي أنت ديجا جاوبتني عليه في معناتها في, في, في الكتاب، إيسي سيتي أغوفيغ سي محمد؟ مانيش نعطيك نفس الجواب، باش نقول لك جو شونجري تو. أوكي. على خاطر اللي يقرأ الكتاب ماش يلقى. ثم واحد دايوغ ولد عمتي بعث لي ميساج قال لي فينالمون معناها إلى نوتي سورتو لي زيشيك باسكو توت لي زيكسبيريونس اللي عشتهم كان فيهم جانب ايجابي وجانب سلبي. واحيانا يفاو بجانب سلبي اللي هو ما عادش مفاهمه مع لوتوريتي توتال وكل شيء. دونك ماذا بيا كان عشت في عالم ماجيك اللي ما فيهش ديزيشيك. مي هذا مش موجود، وليزيشيك هذوكم هما اللي استخلصت منها دروس واللي تكونت فيها. اللي يقول نيلسون مانديلا ما يسالش، تيح 10 مرات اما عاود هز روحك 10 مرات باش تنجم تواصل الطريق نتاعك. دونك انا مانيش باش نقول خير منه، باش نقول ني با كران دو ليشيك، خليكم. دونك فينالمون اش قلت انا؟ قلت نبدل كل شيء ما عدا حاجه كمان، ما نبدلش عشيرة حياتي اللي عرفتها عمري 19 سنه ومازلنا عايشين مع بعضنا. دونك هذيك هو لا كونستانت، مي فينالمون ما نبدل حتى شيء، على خاطر تو لي زيشيك سون كونستيتيف دو مون باركور. هذوكم هو اللي كونوني وخلاو المساهمة متاعي في الدنيا كانت هذه. لو ما كانوش صعوبات، لو ما كانوش الإخفاقات، لما كنتش ننجز. هي البرشة، هي البرشة. الحديث معك ممتع جدا سي محمد، هكا يكونوا كمان ربيك تاعنا سي تي غفير تاع ديريكتومون نمشيو